السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس قبل الأخير في هذه الدورة التدريبية. ممكن لو ذهبنا إلى هذا الفيو هو البرسبكتيف فيو، وتم عمل أو رسم بوكس في الأبعاد. إذن ممكن نذهب إلى الـ 2D وارفريم. طبعا هذا الجزء تم تحديثه في النسخ حديثة من أوتوكاد، لكن الفيوبورت الأساسي الكونسبشوال والوار فريم. لاحظوا إن في الوار فريم يكون صعب إننا نستخدم الفيوز اللي هي هنا، فإذن هذا الجزء لا يظهر فقط إلا في الكونسبشوال. هذا الشيء إزاي نعمل موف أو روتيت لهذا الجزء هذا المكعب. في موف وفي 3 دي موف، هنختار 3 دي موف. سيلكت اوبجكت هذا الاوبجكت ونضغط انتر. البوز بوينت بهذا الشكل، بعد ذلك ممكن يتم تحريكه في هذا الجزء او مره اخرى تحريكه هذا الجزء او مره اخرى تحريكه بهذا الجزء. نفس الفكرة في الـ 3D Rotate، هنختار 3D Rotate Object، hit Enter Base Point، ونختار أي عنصر X أو هذا الـ X Axis اللي هو الـ Axis اللي هو باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق. هنختار هذا، نختار الـ Angle وليكن 54، تم عمل Rotate بزاوية 45 درجة. طبعا الموديفاي والاكستند تم شرحهم في قبل ذلك، والسكيل تم شرحه، والاوفست الميرور طبعا، الهاتش تقريبا لم يتم شرحه. طيب الهاتش شرحه في الاوتوكاد كلاسيك افضل. لو عندنا ريكتانجل بهذا الشكل وعايزين نضيف هاتش، هنختار HATCH. بعد ذلك يظهر بهذا الشكل. هنختار بيج بوينت هذه النقطة وانتر، ونختار النوع من الهاتشنج المطلوب ريفيو. إذا كان النوع أو السكيل صغير جدا بالنسبة لهذا الانجل، ممكن نعمل سكيلينج هاتش بحيث يكون أفضل 22. بعد ذلك عمل دوت اوكي. ده كده عبارة عن الهاتشنج. في طبعا بعض الاوامر المهمة اللي احنا ما اتكلمناش عنها، زي في الفاكت ايدجز. احنا هنا في اختار هذا السلندر، وفي اكستراكت ايدجز نختار اكستراكت تمام. اكستراكت ايدجز لهذه الايدج وهذه الايدج. مره اخرى ممكن نجرب هذا الجزء على بوكس، وليكن نختار اكستراكت ايدجز، نختار اوبجكت انتر، وتم عمل اكستراكت. لو حذفنا تم عمل اكستراكت لجميع هذه الايدجز، بحيث انه ممكن نعمل اريز ببوش كل هذا الجزء. طيب ممكن نشرح هذا الامر اللي هو سيبريت. نتخيل ان في لاين او ريكتانجل هذا الجزء، بعد كده في بلانر سيرفيس، بعد كده هنعمل روتيت لهذا الجزء. بيز بوينت يكون وليكن ميد بوينت هنا، بعد كده الاكسس هيكون هذا الاكس زاوية 90.
بعد كده ممكن نعمل move من الميد بوينت إلى الميد بوينت، بعد كده نختار separate طرد بهذا الشكل. ممكن نعمل تشيك عن طريق السبليت من الموديفاي سبليت من السوليد ايدج سبليت، نختار اوبجكت تو سلايس هذا الجزء اند ستارتنج بوينت اوف سلايسنج بلين، هذه عباره عن ستارتنج بوينت والسكند بوينت بهذا الشكل. أيضاً بعد ما تم اختيار البلين تم عمل سبليت لهذا الجزء، هذا مكعب هذا هو مكعب. طيب عشان نختم هذه الدورة التدريبية نتكلم عن اللايرز في اوتو. اولا وليكن توب فيو حاليا، فتم عمل لاير، هذه اللاير تسمى لاينز، هتبقى باللون وليكن اللون اي لون وليكن هذا اللون الازرق. بعد ذلك في لير اسمه اوبجكت فور سنتر لاينز، الاوتوكاد بيتيح عدد لا نهائي من اللايرز وعدد لا نهائي من المواصفات لكل لاير. بعد ذلك نختار هذه الاوبجكت، هذه الاوبجكت ترى بهذا الشكل ويتم نقلها الى الاوبجكت قائمه لاير اللي هي الاوبجكت. تمام، باقي الاجزاء تبقى باقي الاجزاء في قائمة لاينز. بعد ذلك ممكن نخفي قائمة لاينز أو نعمل فريز لللاينز، نخفي الأوبجكت أو نعمل فريز للأوبجكت. فإذا هذه هي إحدى فوائد اللايرز. أيضا ممكن تخصيص للاير معينة سمك خط معين عند الطباعة بيظهر هذا السمك. ايضا ممكن تخصيص للاير معينه خط معين، فممكن نعمل امبورت لعدد من الخطوط ونخصص لهذه اللاير يكون هذا الخط اللي هو السنتر لاين او الداش لاين بهذا. وكده نكون انتهينا من شرح سياده 3 دي كاد موديلنج في اوتوكاد. قبل ما ننهي هذا الدوره التدريبيه ممكن اشرح بعض الخصائص عن الـ Dimensions. فإذا لو في عندنا ريكتانجل، هذا ريكتانجل الفيرست كورنر صفر وصفر والسكند كورنر وليكن 100 و100. فإذا عندنا في ريكتانجل بهذا الشكل أو سكوير مربع بهذا الشكل، فمن Dimension Dimension هنختار يعني تحديد Dimension Linear Dimension، هذه النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية، وهذا يكون عندنا dimension 100 بهذا الشكل. نعمل format للdimension، فمن الفورمات dimension style الموديفاي، بعد ذلك text text يكون لكم 0.5 أو 1. عشان نعمل نغير هذا الخط فممكن ايضا من الفورمات dimension style من الموديفاي 2 في طبعا هنا ممكن lines arrows هذا كتم الخط من أكبر بهذا الشكل. لو في سيركل في من الدايمنشن radius select circle نضع radius هذا الجزء.
بعد ذلك في فيلم دايمنشن ايضا، في ارك لينز، او في نرسم وليكن درو ارك 3 بوينت، بعد كده من الدايمنشن ارك بهذا الشكل، نحدد اللينس بشكل كذا، اصبح اللينس هو محدد بهذا. بكده نكون انهينا دورة تدريبية، وان شاء الله يكون في ابديت وتحديث لهذه الدورة، ويتم اضافة بعض الامثلة في بناء على هذه الدورة التدريبية. هيكون معظم الامثلة ومعظم الفايلز هتكون ملحقة ايضا في السورس فايلز في هذه الدورة التدريبية.